Bismillah. عندي هنا البنات ربط البيضات ثلاثة أربعة الحامض غنحكو واحد الشوكة نسم بيه عندي واحد المعلقه ديال العسل ما غاش ندير السكر غندير كاس تاع السنيده ولا نص ولا حسب الحلاوه كله واش حاجه اش تيبغي نطرب هذا العسل مع البيض كاس تاع الحليب كاس تاع الزيت عرس تاع الملح جوج خمارات تاع الحلوى
4 الكيوز ديال الدقيقة البنات ديال الفارس، أربعة الكيوس تاع الفرصة البنات. كنجيبو المول نديروها في المول دابا، بعد ما دهنا المول بالزيت دردرناه بشويه ديال الدقيق، دابا غادي نخوي فيه التورته ديالي ان شاء الله الرحمن الرحيم غاطو. هما البنات تشوفوا فيها دابا غادي ندخلها الفران، هذه هي التورته البنات كيفاش تجي تبارك الله. ثم بنجاتي هنايا رانا كنقلي في البرعه هانتوما كي تشوفوا فيها، اللي غادي نقيها نساليها نحيدها نحطها في هنا في الكاغط تحيد من هذاك الزيت كما تشوفوا بنجاتي، اللي غادي نقليها ان شاء الله الرحمن الرحيم. عندي هنايا الفلفله هي غسلتها دايره هنا تما الشفا والبنجال، اللي غادي نقليهم تا هما باش ندير البيتزا حتى هي يحك الولاد عزيز عليهم البيتزا كيطلبوا، قالت عفاك دير لنا البيتزا تيحماقوا عليها. هو ان شاء الله الرحمن الرحيم انا غادي معكم بنياتي كيف ما هي الفطنه نجيو للبرعه ما تخليكم
ملي جاتي هنايا درت غير صوص طماطو صلصه صوص طماطو الصلصه بنياتي صادروني راني كلفت والزيت البلدي والسودانيه اللي بغا يدير البزار تيدير البزار. انا درت السودانيه انا البيتزا تبغي شويه تكون فيها شويه الحرور هانتوما البنات. هذا تنطيب هاد الصوص طماط هنا الخضره هي وجدتها اللي غادي ندير فيها كما تشوفوا البنات الفلفله الباذنجان القرحه ديك بحال البيضه هكاك بحال الصفره هي تجي زوينه هذه تجي واعره جفنا البنات انتم بنياتي نياتي كما تشوفوا البيتزا الخضره ها هي متصوريلا الصلصه لي صايبت ها هي البنات بسم الله توكلنا على الله راني شاده بيد وكنصبر بيد سمحوا لي البنات راه بزاف راه كاينه شي حاجه اللي هضرت فيها كاينه اللي ما هضرتش فيها هانتوما بناتي بسم الله هكا البنات وغادي معاهم بحال هكا ان شاء الله الرحمن الرحيم صوص طماط يكون فيها شويه الملح وشويه ديال السودانيه والزيت البلدي هي باش طايبه هاد الصلصه غادي بحال هكا البنات اللي بغا يدير فوقها شويه الزعتر روزمارينا اللي بغا يدير على الزعتر اللي ما بغاش يدير ما يديرش كله واش يدير بسم الله تجي زوينه بالخضره بزاف
جربوها انا ما تندموش عليها. دخلوا هذو الفران طيب ونوجدوا الخرينات. الكبزه بعد ما طابت البنات كما تشوفوا كيفاش تجي واعره. Il marchait pas encore, il parlait pas.